الله في الهواء الجميل ده. انت كل يوم تنزل من شقتك بعد ما تفطر فطار الصبح، تنزل تسبح بسم الله ما شاء الله. السباحة هنا جميلة جدا جدا، وعلى فكرة في المجمع ده 15 دقيقة للفاتح. هنا دقيقتين بس لمحطة المترو. والميزة الكبيرة بسم الله ما شاء الله، هنا في شقة غرفة وصالة، وفي شقة غرفتين وصالة، وفي شقة ثلاث غرف وصالة. الأسعار اللي هي الغرفة وصالة ب1,050,000 ليرة، وطبعا اللي هتتكتبه اللي هتشتري وتدفعه هتتكتبه في الطابو، فاللي عايز الجنسية وكده بتساعده في الجنسية التركية. تاني حاجة، وطبعا لما انتوا بتيجوا على طول بتقعدوا على طول مع المالك وتتكلموا منكم شخصيا، واحنا هنكون معاكم ان شاء الله. طيب الغرفتين وصالة هنا تمنهم كام في المجمع؟ 1,500,000 ليرة. طيب الثلاث غرف وصالة تمنهم كام؟ 1,950,000 ليرة. وعلى فكرة انتوا لما تطلعوا من المجمع على طول بتلاقوا مول كبير، مول في مطاعم، محلات، في كل حاجة. واحنا جايين العربيات زحمة جدا علشان كلهم داخلين المول. وعلى فكرة يا جماعة، ممكن الكاميرا هنا لو سمحت، انتوا بتنزلوا على طول من المجمع هنا هتلاقوا المول على طول ما شاء الله، لان المول ده المجمع عمله لكم انتوا، وطبعا للناس اللي بره كمان. حتى واحنا جايين علشان نصور لقينا زحمة عشان النهاردة الحد، فكل المنطقة جاية بتتسوق في المول ده. المول ده مطاعم، ملاهي، كل حاجة انتوا نفسكم فيها، وغير كده والمحلات كمان. شكرا جزيلا، بحبكم قوي، واشوفكم قريب في تركيا ان شاء الله. علي جمال، اسطنبول، تركيا، مع السلامة. دلوقتي يا جماعة بسم الله ما شاء الله المجمع اهو. من هنا لمحطة المترو بالظبط دقيقتين لمحطة المترو من هنا. من هنا للفاتح 15 دقيقة للفاتح. شايفين حتى حمام السباحة هناك، ملاهي للأطفال بسم الله ما شاء الله. ده حبيبنا مول. والمول الكبير بقى، المول الكبير بتاع المجمع الخاص بالمجمع، كل الناس حتى الناس اللي بره بتيجي في المول جوه. مطاعم، محلات تحتكوا على طول. شوفوا بسم الله ما شاء الله. حراسة 24 ساعة وراحة جدا جدا ما شاء الله، وهدوء دلوقتي. السلام عليكم، نحن هلأ بمدخل شقة 3 غرف وصالة، مساحتها 169 متر إجمالي، 121 صافي. هذا المطبخ الباب تبعه سحاب، يوفر مساحة طبعا كويس قوي. المطبخ مساحته 12 متر، جدا واسع، 4 قطع كهربائية بتركب فيه. الطباخ، الجلاية، الفرن، ساحب الهواء، طبعا كله أوتو ستوب. نشوف السقف إضاءة فيه مخفية بالإضافة للسبوت لايت. في عنا الرفوف كمان في هالشكل هاد، هو وراي بلكونة صح؟ بلكونة المطبخ؟ نعم، في بلكونة 7 متر كويس جدا. هي الخزائن في المدخل بتسلم بهالشكل، مفصول مكان الجواكيت عن الأحذية كويس، مع مرأة. طبعا بنلاحظ كمان الشقة كلها ورق جدران بكامل الشقة. بندخل على الصالون، مساحته جدا واسعة 38 متر، كمان إضاءة مخفية بالإضافة لمسلم مع مكيف كويس جدا. شبابيك من الأرض للأعلى، يعني عم بيعطي إنارة أكثر للشقة. إذا وفي بلكونة هنا؟ نفس البلكونة اللي بالمطبخ. كويس، نطلع عليها من الصالون. جميل جدا جدا. نروح على الممر على ايدنا اليمين، اول غرفة اولاد 11 متر. ايوة. كمان 11 متر غرفة اولاد الثانية. الحمام ماركة فيترا سيراميك بتسلم كامل، بالإضافة إنه في عندنا في الممر خزانة للغسالة
والنشابة. كويس جدا. الماستر روم 19 متر. طبعا هون نشوف نحن مكان للدريسينج روم. بتسلم كمان فيها حمام للماستر روم. طبعا في مكيف كمان في الماستر روم. اه طبعا هذا الحمام هنا كويس جدا. وفي مكيف في الماستر روم. في مكيف هنا. بهذا الشكل هذا تكون كويس جدا. الشقة ديت في الدور الثالث سعرها 1,950,000 ليرة. بخصوص اللي عايزين الجنسية التركية، انتوا مثلا بتشتروها 1,950,000 مثلا، بتتكتب في الطابو 1,950,000. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي والأستاذ ظافر زميل التركي اللي ساعدونا في أن نشتري شقة في إسطنبول خلال مدة قياسية، خلال يومين فقط تمكننا من الحصول على الطابو. كانوا مثالا للإخلاص والتفاني في العمل، ونقدم لهم الشكر الجزيل مرة أخرى. وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة. لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني وصل الناس. يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا. وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة. يعني حتى لو في الثمن برضه أسعاره جيدة. والله يوفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارح على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة. والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين. والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك. ألف ألف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي. يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. عطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم. والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم. يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعة وقفونا صيتا ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء. حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه.
وهاي شقتنا الجديدة اشتريناها من خلال أستاذ علي وشريكة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر أستاذ علي جمال اللي قالنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم أن يتعاملوا وياه لأنه إنسان صادق وأمين. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات. زين لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حاب يجي إلى تركيا وتحديداً إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جت على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أعطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي شقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره هو يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال. اسطنبول هنا
بتكلم عن تجربتي الشخصيه معاه ما شاء الله ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني اخ عزيز برغم ان اول مره اتعرف عليه، بس فعلا والله الواحد حس كانه بيتعامل مع اخ ليه، وكان لي الفضل بعد ربنا في انه ساعدنا في موضوع الاقامه، دلنا على مكتب كويس باسعار مناسبه جدا، ودلني على مكان زراعه الشعر. تاني يوم وصلت مباشره كنت خلصت العمليه، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العمليه 13، والحمد لله الاثر باين، واثر ان شاء الله دايما معانا في كل حاجه، وجزا الله كل خير والله على العمليه. السلام عليكم، أنا الأخ مهند من بغداد، أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس بسعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي. يعني أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات. المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار، فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعه، فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره من نوكولي. كويس، بناخد النسبه المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله
هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم إن شاء الله، وإحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم إن شاء الله. واتطمنوا، أتمنى إن شاء الله أشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله، هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء، أولياء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا، قالوا وجدنا عليها والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين، كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، أولياء من دون الله، ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي
أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار فآتهم عذابا ضعفا من
ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.